السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثكم اليوم بإذن الله عز وجل حديثا شيقا عن خلق رائع، خلق يتحلى به العقلاء ويتجمل به الفضلاء، وكم ساد به كثير من الزعماء. هذا الخلق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناح. لقد كان صلى الله عليه وسلم يأسر القلوب ويمتلك الأرواح بحلمه وأناته، حتى مع من يجهل على النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحلم به. في حديث أنس يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أحد الأعراب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة نجرانية غليظة، فشدها الأعرابي شدة عنيفة أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في غلظة: مر لي من مال الله الذي عندك يا محمد. فتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. هكذا كان حلمه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول أنس رضي الله عنه: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فانشغلت باللعب مع الصبية، فلما خرج عليه الصلاة والسلام ورآني أمسكني وقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. حلما منه صلى الله عليه وسلم لم يعنفه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاه، وهو في غزوته تلك استراح عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه، فجاء أحد الأعراب وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ثم سله على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد من يحميك مني؟ فقال: الله. فاهتز السيف وسقط الأعرابي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له صلى الله عليه وسلم: أنت الآن من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي مترجيا: اعف عني. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. ومن أشهر من اشتهر بمسألة الحلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ذكر أنه قيل لأحدهم: معاوية لا يغضب أبدا. فقال: إذا ذكرتم أمه غضب. فقال: إذن أذكرها وتجعلون لي جعلا. يعني بتكلم عن أمه وجدامه وبستثيره وبغضبه وتعطوني فلوس بفعلي هذا. فوافقوا على أن يجعلوا له مالا. ذهب الرجل إلى معاوية في موسم الحج وقال: يا أمير المؤمنين، إن عيناك مثل عينا أمك هند. فقال معاوية: نعم، كم كانت عيناها جميلتان، كم أعجبتا أبا سفيان. أراد أن يغضبه فقلبها إلى سيرة حسنة، ثم جعل له جعلا بذلك، يعني بدل أن يغضبه كأنه أثنى عليه ومدحه، فأعطاه شيئا من المال. فعاد لأصحابه فقالوا له: اذكر مثل هذا عند عمر بن الزبير ونجعل لك أيضا جعلا. فذهب إلى عمر بن الزبير فقال له ما قال لي معاوية، فأمر عمر بضربه حتى مات، ضرب ذلك الرجل حتى مات. فقال معاوية: قتلناه، أرسلوا لأمه ديته. الناس ليست كلها سواسية في مسألة الحلم، لا يتصف بالحلم إلا ندرة من البشر لهم صفات عالية. وما أجمل الأمير أو الزعيم أو القائد أو الأخ الكبير أو الأب أو المربي حينما يتصف بهذه الصفات.